السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليد من فاير ميسك، وإن شاء الله في هذا الفيديو حابين نهضروا على أحسن المصادر الطبيعية للبروتين، بمعنى مصادر بروتين طبيعية 100% فيها كمية بروتين مرتفعة والثمن تاعها يكون منخفض باش يحل لنا أزمة الميزانية إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم نبداو بالعدس. العدس من الأغذية الجد غنية بالبروتين، بمعنى 100 غرام عدس فيها 23 غرام بروتين، أكثر من الإسكالوب، وفيه الكثير من الأنواع من الفيتامينات وبكمية كبيرة، وفيه نسبة دهون منخفضة جد منخفضة، يعني هذا يخليه من الأطعمة اللي ما يقدرش كلاعب كمال الأجسام يستغنى عليها. عندنا كذلك اللوز. اللوز 100 غرام لوز تعطينا 21 غرام بروتين، لكن تعطينا أيضا 42 حتى 43 غرام من الدهون، رغم أنها دهون مشبعة لكن ما لازمش الاستهلاك تاعها يكون بكمية كبيرة. الكمية المثلى تكون ما بين 30 غرام حتى 50 غرام من اللوز في اليوم الواحد. عندنا الجبن الفرماج، كاين كثير من الانواع من الاجبان، لكن الاغلبيه تاعها تكون فيه نسبه ما بين 19 حتى 27 غرام تاع بروتين في 100 غرام، لكنها فيها ايضا نسبه دهون جد مرتفعه، وللاسف ماهيش دهون مشبعه، يعني ماهيش دهون نافعه. اذا دينا النوع اللي فيه 27 غرام بروتين في 100 غرام، غادي تقابلها 47 ولا 48 غرام من الدهون فيها نسبة دهون مشبعة اللي هي 15 ولا 16 غرام، البقية تكون دهون غير مشبعة، بمعنى غادي تخسر لنا الكاليتي بالنسبة تاعها. ما لازمش نستهلكوا الجبن بكمية كبيرة خلال اليوم، كمية متوسطة تكون مليحة. عندنا كذلك الطون. الطون كلنا نعرفوا بلي الطون من الأغذية الغنية بالبروتين، 100 غرام طون تعطينا 23 غرام البروتين، لكن يفضل استهلاك الطون المحفوظ بالماء، لأن الطون المحفوظ بالطماطم ولا بالزيت تكون فيه كمية الدهون مرتفعة، في 100 غرام تكون ما بين 19 حتى 24 غرام، مقارنة باللي المحفوظ بالماء تكون فيه نسبة الدهون شبه منعدمة، 0 فاصل ولا 1 فاصل. 23 غرام بروتين و 0 فاصل 1 ولا 2 فاصل ولا 0 فاصل غرام دهون، يعني غني وجبة مثالية بالنسبة للاعب كمال الأجسام. عندنا كذلك الإسكالوب. الإسكالوب بدون منازع هو الغذاء المفضل للاعب كمال الأجسام، مش فقط لأنه غني بالبروتين، 100 غرام تعطينا 22 غرام بروتين، لكن فيه نسبة الدهون منعدمة والكربوهيدرات متوسطة، لهذا يلجأ له كل لاعبي كمال الأجسام خلال التحضيرات تاعهم لاكتساب الكتلة العضلية. عندنا أخيرا البيض. البيض كنا نعرفه باللي غني بالبروتين، واحدة بيض تعطينا من بين 6.5 حتى 7.5 غرام بروتين، هذا مرتبط بحجم حبة البيض، لكن البيض فيه البياض والصفار. البياض يحتوي على بروتين صافي 4.5 غرام بروتين، المتوسط 4.5 غرام، ما فيهش كوليسترول وما فيش الدهون، بروتين وحده، بروتين 100% في بياض البيض. صفار فيه 2 غرام فقط من البروتين، واكثر من 4 غرام من الدهون، وفيه كميه كبيره من الكوليسترول، لهذا يفضل استهلاك صفار البيض كميه قليله. يعني اذا استهلكنا 5 حبات بيض تكون واحده كامله وربعه بياض وحده، اذا كانت 6 تكون 2 كاملين وربعه بياض وحده، باش نستفادوا من بعض الفوائد اللي موجوده في الصفار، وتكون عندنا كميه بروتين صافي كبيره ان شاء الله بربي. ان شاء الله بربي يكون عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم ما تنساوش الاعجاب بصفحه فاير ميسك وبقناتنا في اليوتيوب فاير ميسك اللي هي قناه جديده. هذا الفيديو الزاوج ان شاء الله، لكن غادي يكون فيديو كل اسبوع حتى ل 10 ايام نجيبوا فيه مواضيع جديده اللي تنفعنا ان شاء الله بربي. ما تنساوش المشاركه. الله يدوم هناكم. السلام.